بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع والأربعون. من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر. من علم النحلة أن تجني من الزهر العسل قوتا لأيام الشتاء تجمعه بلا كلل. من علم البلبل أن يتلو أطايب الغنى يطرب كل خاطر بكل لحن حسنا. أمن هدى النملة أن تجمع في الصيف الطعام تخزنه في وكرها لحينه على انتظام. الله قد علمها ذاك وأعطاها الهدى وهو لكل مرشد لكل خير أبدا. كذاك يعطي خيره لكل من منه يسل فاطلب إليه آملا ما خاب من له أمل. الإعراب: من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، علم فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. العصفور مفعول به. أن حرف نصب يبني فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ثان. عشا مفعول به. في الشجر متعلقا بيبنية، كقصر متعلقا بيبنية، وقصر مضاف ملك مضاف إليه. شاد فعل وفاعل هو مفعول به، والجملة الفعلية في محل جر نعت لملك. الواو واو الحال. لم حرف جزم ونفي وقلب. يضع فعل مضارع مجزوم بلام، وفاعله ضمير مستتير تقديره هو. فيه متعلقا بيضع حجر أصله حجران مفعول به. من اسم استفهام مبتدأ، علم فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. النحلة مفعول به أول. أن حرف نصب تجني فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتير تقديره هي، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ثان. من الزهر متعلقا بتجنية. العسل أصله العسل مفعول به. قوتا حال. لأيام شبه الجملة في محل نصب نعت لقوتا، وأيام مضاف الشتاء مضاف إليه. تجمع فعل وفاعل، والجملة الفعلية حالية، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. بلا كلل. بلا متعلقا بتجمع، ولا مضاف لا بمعنى دون، مضاف كلل مضاف إليه. من علم البلبل أن يتلو أطايب الغنى. من اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، علم فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. البلبل مفعول به أول. أن حرف نصب يتلو فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ثان. أطايب مفعول به مضاف الغنى مضاف إليه. يطرب فعل وفاعل، والجملة الفعلية حالية من الضمير المستتر في يتلو. كل مفعول به مضاف خاطر مضاف إليه. بكل متعلق بيطرب، وكل مضاف لحن مضاف إليه. حسن فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل جر نعت للحن. أم حرف عطف. من اسم استفهام مبتدأ، هذا فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. النملة مفعول به أول. أن تجمع مفعول به ثان، تقدم إعرابها. في الصيف متعلقا بتجمع. الطعام أصله الطعام مفعول به للفعل تجمع. تخزن فعل وفاعل، والجملة الفعلية حالية من الضمير المستتر في تجمع، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. في وكر متعلقا بتخزن، ووكر مضاف هاء مضاف إليه. لحين متعلقا بتخزن، وحين مضاف هي مضاف إليه.
على انتظام متعلقا بتخزين. الله لوز الجلالة مبتدأ قد حرف تحقيق لا محل له من الإعراب، علم فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، ها مفعول به، ذاك مفعول به ثانٍ. وحرف عطف أعطى فعل وفاعل، ها مفعول به أول، الهدى مفعول به ثانٍ. الواو واو الحال هو ضمير منفصل مبتدأ لكل متعلق بمرشد، مرشد خبر المبتدأ لكل متعلق بمرشد، وكل مضاف خير مضاف إليه، أبدا ظرف زمان. كحرف الجر ذاك اسم إشارة في محل الجر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلق بالفعل يعطي، يعطي فعل وفاعل، خير مفعول به مضاف هو مضاف إليه، لكل متعلق بيعطي، وكل مضاف من اسم مفصول في محل جر مضاف إليه، منه متعلق بيسل، يسأل أصله يسألو، فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والجملة الفعلية صلة المفصول. الفاء حرف التعليل، أطلب فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، إليه متعلقا بأطلب، آملا حال من الضمير المستتر في أطلب. ما حرف نفي، خاب فعل ماض، من اسم مفصول في محل رفع فاعل خاب، له متعلق بأمل، أمل أصله أملا، فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية صلة المفصول لا محل لها من الإعراب، والله أعلم بالصواب.